احنا عندنا الشكوى الاولى عندنا مستشفى العام في الحسينية من زمان حكومة المالكي وضع الحجر الاساس واخر شيء انبنى بالبلوك ولحد الان ما مكتمل والحمد لله والشكر مخلين حماية بالباب خاف البلوك ينباد. هاي وحدة. نعم. ثانيا عندنا تبليغ منطيها الشركة ما معقولة شركة مال تبليغ. اكو واحد يخلي تراب بمكان السبيت. ايش خالين ابو تراب حفروا المناطق مالتنا واحنا بموسم الشتاء. وتركوها وراحوا. هاي ايش قد صار لها؟ هاي صار لها تقريبا حوالي اكثر من 10 ايام حفروها بهذلونا قطعوا المي طلال انطيني المنطقه قطعوا وايرات تستحب مي كهرباء طلال وتالي عافوها بترابها وراحوا. طيب طلال المنطقه وين بالضبط؟ منطقه الحسينيه. نعم. حاليا احنا بالسكلات منطقه ال 11 يعني خمس بلوكات دليل يبلطوها لحد الان ما بدأوا تبليط وحده واحنا بموسم الشتاء. نعم اشكرك طلال. يعني سمعت دكتور ميسر يعني المستشفى الحسينية رادوا يخلون حجر أساس وخلوه هسه حتى حرس خالين ليش راح يبكون البلوكات لو السبيسة اللي قال منطقة الحسينية الخالين تراب يعني معقولة؟ شر البلية ما يضحك هي يعني هي هاي يعني انا زي ما قلت لك انا يعني قلت لك قلت لك اياها من 2003 خلينا نقولها ما اريد اقول من 4 سنوات من 2003 الى حد الان احتمال اذا اكو جسور وغيرها صارت الحكومه رفعت شعار خدمات واهتمام بالمشاريع 1400 مشروع دكتور موزع على مختلف القطاعات اليوم المحافظات يعني تركه ثقيله يعني انا يعني المواطن دا يحكي واني دا احكيها. طيب اسمعيني بس اسمعيني احنا واضح صوتي خلينا نكون واقعيين يعني هي هاي المشاريع هاي المشاريع وان كانت تركه ثقيله على حكومه السيد السوداني لكن هي ايضا الحكومه التي كانت سابقه يعني حكومه السيد الكاظمي ايضا من جاءت او من جاء بها هي نفس الاحزاب السياسيه الحاليه ونفس الكتل النيابيه ومن جاء بحكومه السيد عادل عبد المهدي ايضا نفس الاحزاب والكتل النيابية الحالية لما تغير المشهد قد يتغير المشهد في من هو رئيس الوزراء بعض الوزارات قد تستبدل يعني بعض الأحزاب كانت تشغل مناصب سيادية الآن تشغل مناصب خدمية والعكس صحيح ما أجت طبقة سياسية أخرى وبالتالي إذا أرادت أن تنكل وأن تحسب الفشل اللي يسود العراق هو نتيجة الحكم السابق أو الطبقة السابقة فنقول نعم هذه الحكومة لها الحق في ذكر ذلك لكن الحكومة الحالية هي نفسها يعني السيد السوداني في الحكومات السابقة أيضا كان وزير عمل ووزير حقوق إنسان ووزير مالية بالوكالة ووزير يعني أكثر من وزير ووزير صناعة بالوكالة يعني كل هذه المواقع شغلها السيد السوداني فبالتالي مو الأمر مو جديد عليه لكن فيما يخص الـ 1450 مشروع هذا من تصريح للمتحدث باسم الحكومة العراقية يتحدث أنه تلكؤات قد تم الاستئناف دا أتحدث عن أنه المشاريع التي تم استئناف العمل بها لا تتجاوز 50 مشروع من أصل 1450 إذا أريد نتحدث عن ملف الصحة عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل 73 يعني المتوقف إنشائها لا 54 مشروع 54 مستشفى زين عدد المستشفيات اللي استئنف العمل بها 35 تعهد السيد السوداني بتسليمها خلال سنة دا تحدث هنا مرت السنة وإلى الآن لم تسلم هذه المستشفيات يعني لم يتم إكمالها. طيب.